أهلا بكم مشاهدينا. كما تابعنا معكم طبعا الرئيس السيسي يودع أهل البحرين بمطار القاهرة الدولي على خلفية الزيارة التي استغرقت يومين، بحث فيها الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وكذلك مناقشة القضايا المشتركة وكذلك الحديث في مجال الاستثمار بين الجانبين. جدير بالذكر طبعا أن العلاقات المصرية البحرينية وكذلك المصرية الخليجية تحظى باهتمام طبعا كثير وكبير خلال هذه الفترة على خلفية القضية القطرية وموقفها مع مصر والدول الخليجية. أهم العلاقات المشتركة تجمع بين البحرين ومصر، ومجال الاقتصاد ومجال الاستثمار أهم طبعا الملفات المطروحة على رأس هذه الزيارة التي تحظى باهتمام كبير. كذلك بحث الجانبان وسبل الاتفاق حول أهم النقاط التي يجب أن تكون خلال التعامل مع قضية قطر ومع قطر وما تقوم به من ممارسات بين حين وآخر ضد مصر وضد البحرين وضد عدد من الدول الخليجية على رأسها مواجهة طبعا الإرهاب والتصدي له من خلال الوقوف والتصدي لقطر وممارساتها بين حين وآخر. جدير بالذكر أن العلاقات المصرية ومصر بصفة عامة تحظى باهتمام من قبل الدول الخليجية، وكانت هناك زيارات متتالية للرئيس المصري وكذلك عدد من الأمراء الخليجيين لمصر لمتابعة العديد من القضايا والعديد من الملفات التي تحظى باهتمام لكلا الجانبين. كذلك مشاهدينا، القضية القطرية وقطر وممارساتها على رأس العلاقات المصرية والخليجية وعلى رأس المباحثات بين الجانبين. سنتابع معكم طبعا بالتفصيل ما ستؤول إليه الأحداث حول قطر وحول ما سترد عليه من أقاويل وأحاديث في اتهامها لمواجهة الإرهاب. معنا مشاهدينا هاتفيا سوسن أبو حسين، الكاتبة المتخصصة في الشؤون العربية. سيدة سوسن أهلا بك معنا يعني للحديث عن العلاقات المصرية البحرينية وكذلك الخليجية. كيف تنظرين لهذه العلاقات وتماسك المصري الخليجي في مواجهة التحديات على رأسها الإرهاب وقطر؟ هي مباحثات ولقاءات ومشاورات مصيرية. نحن نواجه أكبر خطر موجود في المنطقة حاليا، إما أن ننتهي فعلا أو نحسم قضية تمويل ودعم الإرهاب وتكثيف منابعه، إما أن تسيطر العصابات هذه العصابات المجرمة والإجرامية على مقدرات الوطن العربي. القمة المصرية البحرينية هامة للغاية في توقيت بنحتاج فيه للتشاور حول ما هي الخطوة التي تلي الخطوة اللي تم الاتفاق عليها بقطع العلاقات مع قطر. المسألة لم تعد قطر حاليا، المسألة هناك تدخل إقليمي سافر من قبل إيران وتركيا مستغلين الأزمة. بدل ما توافق قطر على المتطلبات المرحلة وهي رفع يدها عن دعم الإرهاب وتمويله، بدأت تستعين بدول إقليمية كبرى زي تركيا وإيران لدعم قطر الإرهابية. وبالتالي كيف ننظر إلى تركيا وإيران اللي هم مفروض يكافحوا الإرهاب أن يتعاونوا مع دولة متورطة في إيواء الإرهاب ودعمه؟ نحن أمام مشهد خطير للغاية يتطلب العمل بجدية وبحسم مع مصر والدول الخليجية. بالفعل المنطقة العربية مهددة، مهددة ليس بالإرهاب فقط ولكن بالوجود أيضا. هناك معركة وجودية بالنسبة للمنطقة العربية، الخليج ومصر وكل الدول العربية مهددة حاليا فعلا. يعني هناك فرصة يعني ذهبية لإيران وتركيا لأن يفعل بكل بما يريد، لأنه هنا يعني تركيا عايزة إن هي ترجع لعهودها الولاية العثمانية في المنطقة، وإيران الولاية الفارسية في المنطقة. صحيح، لكل دولة سيدة سوسن، لكل دولة ملفاتها الخاصة ومصالحها الخاصة، ولكن بعد الشروط التي وضعتها الدول الخليجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإعادة العلاقات مع قطر وهي تسليم الإرهابيين، هذه يمكن أن نصفها بأنها رمت الكرة بملعب قطر. ما المطلوب الآن من قطر لتصحح مسارها وتصحح صورتها لدى الدول الخليجية؟ هل سيكون هناك يعني مبادرة صحيحة من قطر
لعودة هذه العلاقات أم أنها ستتجه إلى تركيا وإيران لاستمرار ممارساتها؟ في تصور لا يوجد خط الرجعة. كانت هناك فرصة منذ يومين لأن تتجاوب قطر، ولكن يبدو أن هناك ضغوطات وكروت من تحت الطاولة بتهدد. انقطع الاتصال بالسيدة سوسن أبو حسين الكاتبة الصحفية والمتخصصة في الشأن العربي، كذلك ذكرت أن الدول العربية والمنطقة العربية مهددة بالكامل فيما يخص طبعا قطر والقضية القطرية ومحاربة الإرهاب، وكذلك قطر وموقفها من ممارساتها المتعددة ضد الدول العربية، وأنها اتجهت مؤخرا لدول إقليمية أخرى لتلقي الدعم وتلقي المصالح لمواجهة الدول العربية التي هي بالأخص من داخل هذه الدول العربية. إذا مشاهدينا تابعنا معكم هذه اللقطات الحية من متابعة أو توديع الرئيس السيسي للعاهل البحريني في هذه الزيارة. نتابع بالطبع معكم زيارات كثيرة متتالية لمتابعة القضية القطرية. شكرا لكم، إلى اللقاء.